أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مواجهات قوية خاضها لاعب منتخبنا الوطني أسفرت عن إحراز البطل عبد الرحمن الهاجري الميدالية الفضية، وذلك مع ختام منافسات بطولة الحسر الدولية للتيكواندو التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان. منافسات صعبة خاضها منتخب الكويت في بطولة الحسن الدولية للتايكوندو مع منتخبات لها باع طويل في هذه الرياضة القتالية التي تعتمد على التركيز والرشاقة العالية والمهارات الفنية المحددة. جولات متعددة أثبت فيها اللاعبون الكويتيون تميزهم في حلبة المنافسة، حيث استطاع اللاعب عبد الرحمن الهاجري التفوق على لاعب المنتخب الباكستاني وحصد الميدالية الفضية في البطولة. أداء بدني عالي أظهره اللاعب الكويتي يوسف القلاف أمام نظيره الإماراتي، لكن الحظ لم يحالفه بحصد الميدالية البرونزية بعد خسارته في الدور الربع النهائي بفارق النقاط. والله الطموح أن أصل التتويج وما معلق ميدالية ذهبية، وإن شاء الله بلعب كثر ما أقدر وأرفع علم الكويت. والله وجودها ثابتين وجودها الكويت، والحمد لله إن شاء الله قدها الشباب الباجي والميداليات ان شاء الله. بخطوات ثابتة ومعنوية عالية استطاع شباب الكويت فرض مهاراتهم البدنية على حلبة المنافسات في البطولة، حيث خاضوا نزالات متعددة أمام فرق عالمية كبيرة لتمثل لهم هذه البطولة الدولية فرصة لإبراز قدراتهم القتالية. بطولة الحسن الدولية شكلت فرصة مهمة للاعبي الكويت من اكتساب مزيد من الخبرات وتعزيز قوة مسيرة لعبة التايكوندو الكويتية في المستقبل. لتلفزيون دولة الكويت، غيث الرقاد، عمان.